خبرنا الأول حول موعد وتوقيت مباراتنا القادمة أمام منتخب الإكوادور اللي راح تقام على ملعب فيسنتي كالدرون واللي هو ملعب نادي أتلتيكو مدريد. المباراة سوف تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد، يعني الساعة 8 بتوقيت بغداد. المنتخب الإكوادور تصنيف العالمي هو 44 عالميا، ومنتخبنا الوطني تصنيفه 68. نتمنى الموفقية ونشوف أداء أفضل من اللي شاهدناه في مباراة المكسيك. من إيجابيات المباراة إنه الكابتن راضي شنيشل بدأ بالتشكيل محلي بعض اللاعبين، أصبحت الصورة واضحة عند المدرب الإسباني كاساس اللي كان حاضر بالملعب. لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص منتخبنا الوطني، نتمنى من كاساس يبدأ بغربلة المنتخب واختيار المفضلين من اللاعبين المحليين، إضافة للاعبين المميزين في المحترفين في الدوريات الأوروبية. وكلنا شفنا الدقيقة 56 لحد دقيقة 58 اللاعبين المحترفين عد نزولهم شنو سووا خط الوسط. خلينا نجي على المؤتمر الصحفي للكابتن راضي شنيشل، حيث قال أن الفوارق في المباراة كانت كبيرة جدا قياسا بإمكانيات المنتخبين، حيث عد منتخب المكسيك من منتخبات الصف الأول والمصنف عاشر على العالم ودائما التواجد في كأس العالم. وأضاف راضي شنيشل حاول نقدر المستطاع التعامل مع المباراة بواقعية، لكن كان هناك تفوق واضح للاعبي المكسيك الذي يلعب بأسلوب لعب كرة قدم حديثة. رافع جوابي على رؤية حظوظ منتخب العالم في التالي مونديال 26، قال راضي شنيشل هناك خطة مستقبلية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم تهدف إلى صناعة جيل جديد، وغالبا مراحل التغيير لن تكون سهلة كونها بحاجة إلى عمل طويل الأمد. في حين صرح المدرب المكسيكي تاتا مارتينو قالا أن الفوز برباعية على منتخب العراق لا يحل كل مشاكلنا، لكنني فقط أردت رؤية اللاعبين يلعبون 90 دقيقة بعد 3 أسابيع من العمل. ينتبهني لا شعور جيد حين أرى عمل اللاعبين، نبحث عن أفضل صيغة لأجل الفوز في افتتاح مبارياتنا في كأس العالم. وفي مقال لصحفي مكسيكي على موقع اي اس قال أن المنتخب العراقي كان منتخب فقير جدا، وهو ليس بمستوى المنتخب السعودي الذي سنواجهه في المونديال. عمي حقك على المستوى في الشوط الأول، عمي حقك شو تقول قول. وعن اللاعب أحمد زيرو اللاعب الغير محظوظ اللي خضع الفحص الطبي في مدينة مدريد بعد إصابته في مباراة يوم أمس أمام المكسيك، حيث تبين إصابته في العضلة الخلفية. هذا من المتوقع أن يحتاج اللاعب إلى راحة لمدة 2 أسبوع. يا كابتن راضي، هو اللاعب أصلا غير جاهز، أنا أقول عليه غير محظوظ، هو لاعب عنده إمكانيات لكن دائما مصاب. أما عن اللاعبين المحترفين، حيث تأكد غياب 3 لاعبين محترفين عن مباراة كوستاريكا بالرغم من هي ضمن أيام البيفيدي، حيث تأكد غياب اللاعب ميرخاس دوسكي بسبب التزامه مع ناديه. أما اللاعبين علي الحمادي وعباس محمد فقد تأكد غيابهم، والسبب هو عدم إرسال الدعوة من قبل الكادر الفني لمنتخبنا الوطني لحضورهم لهذه المباريات. أما المنتخب الكوستاريكي الذي سنواجهه بعد أيام، تغلب على منتخب نيجيريا بـ2 مقابل لا شيء قبل مواجهة منتخبنا في محافظة البصرة.